بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العناية التمريضية أثناء الحمل بعد التسمم الحملي. أيضا تحتاج المرأة الحامل أثناء الحمل قياس ضغط الدم للحامل عند كل زيارة للطبيب، وأيضا إرشاد الأم بتناول الأغذية الخالية من الملح أو يعني تقلله بنسبة كبيرة جدا كي لا يزيد تسمم الحمل، وأيضا لا يزيد الزلال، وأيضا يجب عليها مراقبة وزنها وفحص البول عند كل زيارة لمعرفة كمية الزلال. وأيضا يعني العناية التمريضية تحتاج أهمية كبيرة جدا من قبل الحامل، وأنا أنصحها باستشارة الطبيب مباشرة عندما يحدث أي شيء في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.